بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض في ملزمه الفاينل ريفيجن، الجزء الخاص بالكمبليت ده، بارت نمبر 3 في الفيديوز اللي انا عاملها للمراجعه النهائيه لثالثه اعدادي. ولو انت مش معاك الملزمه دي هتلاقيها تحت الفيديو على طول، تقدر تحملها من اول تعليق تحت الفيديو. ولو ما عرفتش برضو تلاقي الملزمه دي هتلاقيها عندي في الواتساب، لو عندك واتساب ابعت لي على الواتساب على الرقم ده وان شاء الله ابعت لك الملزمه على طول. طيب خلينا نبدا في الكومبليت وناخد اسئله مهمه في الكومبليت. انا زي ما قلت لكم ما بحبش وقت الفيديو يكون كبير علشان الناس اللي بتزهق من الفيديوهات، ولكن الاسئله اللي انا هشاور لك عليها اسئله مهمه جدا، وانت بتحل الملزمه لازم تبقى مركز عليها ومذاكرها كويس. بيقول لي هنا ديستنس، طبعا اللي انا بسيبه مش معناه ان هو مش مهم، لا هو مهم جدا، ولكن انا بس بختار اسئله معينه مش هيخرج منها ان شاء الله امتحانات كتير. يعني ديستنس، او بيقول لي ديستنس از اي فيزيكال كوانتيتي. احنا عارفين ان في حاجه اسمها ديستنس وحاجه اسمها ديسبيسمنت. الديستنس دي بتبقى عبارة عن scalar physical quantity، و انما الفورس دي بتبقى فيكتور. يبقى انا عندي حاجتين، عندي هنا حاجة اسمها scalar وعندي حاجة اسمها اي فيكتور. طبعا الاجابات دي كلها هتلاقيها في اخر الشيت بتاع الريفيجن. هتلاقي مثلا السؤال نمبر 3 انا كاتب لك scalar وكاتب لك فيكتور، وان شاء الله الاجابات كلها مظبوطة. ف حاول ان انت تقعد تمسك سؤال سؤال وتقعد تشتغل فيه. خلينا ناخد السؤال نمبر 6. السؤال نمبر 6 بيقول لي the incident light ray، الانسيدنت لايت راي which is parallel to principal axis. الانسيدنت لايت راي اللي parallel to principal axis of concave mirror reflects passing through it، بينعكس وبيعدي على ايه. طبعا هو هنا بيقول لي انا parallel to principal axis، يعني هو وconcave mirror، يعني شكل الحكايه دي عامل ازاي. شكلها عامل كده، انا عندك concave mirror وده البرنسبل اكسس، طبعا مايل بس عشان انا برسم بالماوس. فهو بيقول لي ايه، ان اللايت جاي كده. لا مش هينفع بقى، ثواني هرسمها لكم صح. دي عباره عن concave mirror اهي، وادي البرنسبل اكسس ماشي، وهو بيقول لي في لايت جاي في الاتجاه ده، يعني اللايت جاي كده. يا ترى ده لما يرجع هيرجع ازاي؟ طبعا هيرجع على الاف صح ولا لا؟ هيرجع على الفوكس. So it will reflect passes through ايه؟ through هنا هكتب ايه؟ هكتب فوكس. طيب يبقى الاجابه نمبر السؤال نمبر 6 لو انا رحت له هلاقيها الاجابه ايه؟ الاجابه فوكس. سؤال مهم على فكره. فاكرين في التشوز لما اتكلمنا على السؤال بتاع الراجل اللي الدكتور نصحه يروح يلبس كونفكس لينس؟ كان الراجل ده عنده لونج سايتدنس. فاللونج سايتد بيرسون نيد جلاسز اوف اي اوف كونفكس لينس. احنا عاوزين ندي الراجل ده ايه؟ ندي الراجل ده كونفكس اي كونفكس لينس. فاللونج سايتد بيرسون نيد جلاسز اوف كونفكس اي اوف كونفكس لينس. السؤال نمبر 10 بيقول لي اي ساينتست هو founded the nebular theory. مين اللي اكتشف او اللي اتكلم عن النيبولر ثيوري؟ طبعا اللي اتكلم عن النيبولر ثيوري ده العالم لابلاس. انا بفكركم بالاسئله المهمه. طيب خلينا اتكلم معاكم في السؤال نمبر 15، وده سؤال من الاسئله اللي جت اعتقد في الجيزه او القاهره 2019، يعني حاجه من الاثنين، غالبا القاهره 2019 يعني. وهو بيقول لي سوماتيك سيلز، السوماتيك بتنقسم بايه؟ بتنقسم بطريقه ميتوسيس. ما هو احنا عارفين ان السوماتيك ده ميتوسيس صح ولا لا؟ وان السوماتيك ميوسيس، سوري، ان السوماتيك ميتوسيس، وان الريبرودكتيف سيل، معلش انا اتلخبطت، الريبرودكتيف سيل بتبقى ميوسيس. احنا عندنا ميتوسيس اللي هو ميتوتيك سيل ديفيجن، يعني اللي هو بالميتوسيس كده بالام اي تي ماشي، وعندنا مايوسيس بقى الايه، المايوسيس ده اللي هو النوع الثاني اللي هو بيبقى في الريبرودكتيف سيلز. السؤال نمبر 16 سؤال مهم، بيقول لي هنا ايه،
الميلكي واي جالاكسي ذا اولد ستارز، النجوم اللي هي القديمه يعني الستارز القديمه، بتبقى موجوده فين؟ طبعا بتبقى موجوده في السنتر، السنتر اوف اي اوف جالاكسي. لو احنا رحنا للسؤال نمبر 16 هنا هنلاقي ان الاجابه ايه؟ الاجابه سنتر اوف جالاكسي. طيب خلينا ناخد سؤال بقى، السؤال نمبر 23، سؤال حلو جدا وسؤال مهم جدا. ثواني بس اجيب لكم السؤال 23 ده في صفحه رقم 13 ماشي. سؤال حلو ركزوا فيه، يقول لي ان هيومن اند انيمال الميوسيس بيحصل فين؟ بيحصل في ال 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 طبعا هو لسه في تكمله تو برودوس ميل جاميتس. ايه اللي الحاجه اللي في الانيمال والهيومن بتعمل الميل جاميتس؟ طبعا التستس. و وايل ات اوكرز ان اي تو برودوس في ميل جاميتس، بيحصل فين عشان يطلع في ميل جاميتس؟ طبعا بيحصل في الاوفري اللي هو الرحم. يبقى انا عندي حاجه اسمها ميتوسس وحاجه اسمها ايه؟ مايوسس. الميوسس ده بيطلع جاميتس، الجاميتس عباره عن ميل وعن فيميل جاميتس، يعني في ميل جاميتس وفي فيميل جاميتس. الميل جاميتس في الهيومن بتطلع من التستس، والفيميل جاميتس بتطلع من الاوفري ماشي. طيب سؤال نمبر 24 بيقول لي vision defect which is due to the decrease يعني نقصان the eye pole diameter، ايه المرض او المشكله اللي بتتكون نتيجه نقص الايه؟ الاي بول دايمتر. ان الاي بول دايمتر دي اللي هي ايه؟ اللي هي ان العين، يعني ان العين صغيره، فاهم؟ عين الراجل ده صغيره غير اللي عنده عين كبيره ماشي. الراجل اللي عنده عين كبيره ده ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الراجل ده لما الصوره تيجي تتكون بتتكون بعيده بيهايند ريتنا، انما الراجل ده لما الصوره تيجي تتكون ايه؟ قبل الريتنا، ان فرنت اوف ريتنا. المهم الراجل ده ديكريس ان اي بول دايمتر، احنا بنتكلم على الحاله دي. is called a called long sightedness and corrected by a by convex. اديله ايه؟ اديله convex. ايه؟ اديله convex lens ماشي. تعالوا ناخد سؤال اللي هو السؤال ده سؤال يعني ده من اول الاسئله اللي احنا اتكلمنا عليها في المنهج اللي هو ايه 36 ده، يعني من اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ساينس في المنهج بتاعنا. بيقول لي هنا ايه movement path in one direction may be a or a، طبعا may be straight or curved، يعني هو ان الطريق بتاع الريس ممكن يبقى straight او curved او combination of both، يعني من الاثنين. طبعا هنا هكتب straight or curved ماشي. طيب تعال ناخد السؤال 42 بيقول لي هنا بما اننا فتحنا بقى في قصه الشورت سايتدنس واللونج سايتدنس، الشورت سايتد بيرسون نيد ميديكال جلاسز وذ اي لينسز. الراجل اللي عنده شورت، الراجل اللي عنده شورت ده الصوره بتتكون قبل الريتنا، فعاوزين نبعد له الصوره شويه فنديله كونكيف لينس. الشورت سايت الناس بنديله ايه؟ بنديله كونكيف لينس. سؤال بقى 44 ده انا عاوزك تكتبه كده وتركز جدا فيه، وتركز ركز ركز او ركزي. السبيندل فايبر ان انيمال سيل، ده سؤال بيكلمني عن السبيندل فايبر. فاكرين في الدرس اللي هو بتاع الديفيجن كنا بنتكلم ان في حاجه اسمها سبيندل فايبر. السبيندل فايبر ده بيتكون ماشي، وطبعا بيتكون في مرحله البروفيز، بس الفكره ان مين اللي بيخليه يتكون؟ فكنا بنقول ايه؟ بنقول ان السبندل فايبر بتتكون من السنتروسوم في الانيمال سيل، يعني الانيمال سيل بتطلع ايه؟ السبندل فايبر عن طريق السنتروسوم. انما طبعا ده في الانيمال، في الانيمال سنتروسوم، انما في البلانت سيل بتطلع عن طريق كوندنسنج سيتوبلازم او سيتوبلازم على طول. يبقى انا عندي معلومتين لازم اكون عارفهم. المعلومه الاولى
ان الانيمال سيل بيحصل السبيندل فايبر فيها عن طريق السنتروسوم، وان في البلانت بيتم الابيرنس اوف سبيندل فايبر او فورمينج سبيندل فايبر عن طريق الايه كوندنسنج اوف سيتوبلازم. لو رحنا للسؤال 44 في الملزمه هتلاقيني كاتب لك اهو الاولانيه سنتروسوم ماشي، والثانيه كوندنسنج اوف ايه اوف سيتوبلازم. طيب نرجع تاني لبيج 14، نبتدي بقى ايه اللي بالصفحه. هات لي 14. سؤال 49، the crossing over phenomenon occurs in a. ال crossing over phenomenon بتتم طبعا في البروفيز 1، يعني انا هنا هكتب بروفيز ايه، بروفيز 1. فانهي بقى ديفيجن، يعني في الميتوتيك ولا في الميوتيك؟ طبعا في الميوتيك، صح ولا لا؟ يبقى هو بيتم في الايه، بيتم في الميوتيك سيل ديفيجن. طبعا في اسئله سهله، يعني مثلا السؤال اللي هو 50 ده بيقول لك يعني انواع السفيريكال ميرور، كونكيف وكونفكس، يعني سؤال سهل جدا. برضو في اسئله سهله جدا اللي هو 59 مثلا، يقول لك ايه كونكيف ميرور هاز فوكال لينس 20، يعني الفوكال لينس بتاعها كام؟ ب 20، فيبقى الراديوس اوف كيرفتشر بايه؟ طيب ما الريديوس اوف كيرفتشر كده هيبقى الضعف، هيبقى 40، صح ولا لا؟ طيب تعالوا نشوف سؤال تاني، خلينا في نفس الصفحة دي. السؤال اللي هو 61، يست فانجس produces asexually by اليست فانجس بيحصل له الاسيكشوالي بتاعه او الريبرودكشن بتاعه، يعني بيتم طبعا بالبادنج والاميبا الباينري فيجن، زي ما انا قلت لك لازم تجيب ورقه كده وتكتب فيها الخمس انواع من الايه، الخمس انواع من الديفيجن اللي هم الاسيكشوال، وكل واحد والايه والنوع بتاعه او الاكزامبل، كل واحد والاكزامبلز ايه بتاعته. طيب هاتولي بيج 15 اللي هي اخر صفحه فيها الكومبليت، وناخد لنا كام سؤال كده. انا شايف ان كل الاسئله سهله، يعني الفورس از ايه كوانتيتي، طبعا ده سكالر فيزيكال كوانتي، والماس ده بيبقى فيكتور. سؤال نمبر 70 بيقول لي دبل اوف ذا ديستنس بتوين اوبتيكال سنتر اوف لينس اند فوكس، طبعا الدبل طبعا ده الفوكال لينس، ده في الفوكال لينس اللي هو الريديس، يعني فاهمين الفكره، او السنتر اوف كيرفتشر. يعني عموما الاسئله كلها اسئله مهمه، السؤال ده مهم جدا وليه اجابتين. يعني ممكن تقول لي ذا اي تلسكوب از فروم سبيس تلسكوب، ممكن تقول لي هابل تلسكوب او سولار تلسكوب، الاثنين صح. تعالوا ناخد السؤال 78، بيقول هنا the graphical relationship أو graphical relation speed time for regular motion at uniform speed is represented by straight line A، طبعا parallel to time axis، بيبقى موازي لل time A time axis. طيب تعال ناخد اخر سؤالين. بيقول لي ذا تو جازز which يا رب يجي لنا السؤال ده، سؤال حلو قوي. ذا تو جازز which are produced او which produced galaxies stars through millions of years are a، طبعا ده الهيليوم اند هيدروجين. وبيقول لي هنا ذا فاوندر اوف نيبولار ثيوري، طبعا ده لابلاس. عموما الاسئله كلها في الكومبليت اسئله مهمه، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبتدي مع بعض في الكوريكت، وهو سؤال مهم جدا برضو. بتمنى ان انتوا تحلوا كل الاسئله دي، ولو في سؤال واقف قدامكم تكتبوه لي في الكومنتس تحت او تبعتوه لي على الواتساب،
ان شاء الله هيكون في بينا لايف ستريمينج، هيكون في بث مباشر ما بيننا في ايام الامتحانات. يا ريت تكتبوا لي انت هتمتحن امتى، لو عرفت الجدول بتاعك اكتب لي انت هتمتحن ساينس امتى عشان اعمل لك ليلتها يعني زي بث مباشر كده، نكون فيه مع بعض، اللي عنده سؤال نقعد نتناقش فيه قبل الامتحان ان شاء الله، وباذن الله يكون كل خير، وبتمنى لكم كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.